السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من مترو الصحافة نطلع على ما جاء اليوم في الصحافة العالمية والمحلية. عنوان كبير، يبدو أن الصحافة بدأت تتناقل رويدا رويدا بشكل تدريجي بأن أمريكا رفعت يدها نهائيا عن الأكراد في حدود تركيا وسوريا، والأمور مع الأكراد بدأت تتعسر شيئا فشيئا، وحتى مسألة سقوط ضحايا أتراك بدأت تختفي من الواجهة، والأكراد عادوا ليدفعوا ثمنا لوحدهم. نتابع العناوين. نبدأ مع وكالة رويترز. مجلس الأمن يدرس إدانة إيران بسبب حصول الحوثيين في اليمن على صواريخ. وإلى فرنس 24، دبلوماسي تركي ينفي استخدام أسلحة كيميائية في عفرين في سوريا. وإلى وكالة الأناضول، البيت الأبيض يستبعد مزاعم استخدام تركيا الأسلحة الكيميائية في عفرين. وفي الأناضول التركية، أردوغان: كفاحنا ضد التنظيمات الإرهابية يحمل أهمية كبيرة لحاضر ومستقبل تركيا. وإلى بي بي سي، نتنياهو يدين تصريحات نظيره البولندي وصف اليهود بالجناة. أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحات نظيره البولندي ماتشيو، التي قال فيها إن بعض اليهود تعاونوا مع النازيين في الحرب العالمية الثانية مثلهم مثل البولنديين وآخرين. وجاءت تصريحاته بعد أسابيع من إقرار الحكومة البولندية قانونا جديدا يجرم اتهام بولندا بالتواطؤ في الجرائم النازية التي ارتكبت أثناء خضوع البلد للاحتلال في الحرب العالمية الثانية. وأخيرا في روسيا اليوم، ترامب لاستخباراته: انشغالكم بالتدخل الروسي حال دون منع مجزرة فلوريدا. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن انشغال مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بالتدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية حال دون منع مجزرة مدرسة فلوريدا الثانوية مؤخرا. وكتب ترامب في تغريدة نشرها على صفحته في تويتر: محزن للغاية أن يغفل مكتب التحقيقات الاتحادي عن العديد من الإشارات المرسلة من مطلق النار في مدرسة فلوريدا، هذا أمر غير مقبول. وأضاف: يقضون الكثير من الوقت في محاولة إثبات التدخل الروسي في حملة ترامب، ليس هنالك تدخل، عودوا إلى عملكم الأساسي واجعلونا فخورين. إذن كما رأينا التوتر عمليا بين ترامب وبين الـ FBI مستمر، ويتهمهم بأنهم مشغولين في الملاحقة في قضية تدخل الروس في الانتخابات، وبأنه فاز بطريقة غير نزيهة، وبالتالي هذه القضية الدولية حسب أقوال ترامب أشغلتهم عن شاب عمره 19 عاما قام بقتل 17 من زملائه السابقين في المدرسة التي طرد منها. للحديث عن الموضوع التركي وعفرين والتصريح الغريب للبيت الأبيض الذي جاء فيه بأن البيت الأبيض يستبعد مزاعم استخدام تركيا الأسلحة الكيميائية في عفرين، عمليا يقف في صف تركيا في هذا الموضوع مبتعدا عن حلفاء الأكراد. للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو الضيف الصحفي مرشد بيبار، يعطيك العافية. أهلا وائل. هل بدأنا نفهم بأن أمريكا سريعا سريعا ورطت الأكراد مع الأتراك ثم بدأت تتراجع؟ بالطبع هذا التصريح، تصريح البيت الأبيض اللي جاء، علينا أن ننتبه أيضا إلى القناة الناقلة الأناضول. أوكي، هذا التصريح الأناضول يعني لمن يعرف وكالة تركية وتنشر طبعا الأخبار التي هي أكثر في صالح الأتراك. في صالح الأتراك. علينا دائما عندما تطرق إلى أي خبر علينا أن ننتبه إلى المصدر. لربما نعم أمريكا تبتعد عن الشرق الأوسط عامة وعن الأكراد خاصة، وتبقي الأكراد في ساحة الحرب لوحدهم أمام تركيا، أمام العراق، أمام سوريا. لمن لا يعرف، الأكراد مقسمون في الدول الثلاث وينازعون من أجل الاستقلال. بدون أمريكا ليس لديهم قوة. يعني أنا لا أدري ماذا يمكن أن يحصل الآن، لكن هم فم في ورطة. الموضوع الثاني الذي أردت تطرق إليه، نعم، في كل موضوع النفي، نفي استخدام الأسلحة الكيماوية، هنا نرى أهمية الوسائل الصحفية والتي لربما في هذه المنطقة لا تتواجد بسبب الحرب. نقل الخبر
نقل الخبر بصورة صحيحة. فكل يستطيع أن يقول كان هناك استعمال أو لم يكن. الأكراد طبعا يعتبرون أن كان هناك استعمال فهم موجودون غاد، فهم يرسلون أخبار بأن هناك استعمال، ولكن ليس هناك ما يثبت قاطعا. وهنا دور الصحافة، دور الصحافة. إذا تواجدت الصحافة هناك فهناك برهان على استعمال أو وجود أسلحة كيميائية أو استعمال أسلحة كيميائية. يعني تعتقد مرشد بأن تركيا يعني عمدا ترفض أن تتواجد الصحافة في تلك المنطقة كي تقوم بما تريده، أم أن الأكراد يريدون أن يخلوا ساحة النشر المعلومات لهم ويبثوا ما أرادوا، خصوصا بأن رأينا مرشد أذكرك والمشاهدين في الأزمة السورية عدة مرات تم طرح هذا الموضوع، وعمليا لم يحاكم أحد النظام السوري حتى عندما رأينا صورا وفيديوهات تثبت أنه استخدم أسلحة كيميائية، ولكن لاحقا النظام السوري قال ليس أنا، المعارضة هي من استخدمت. دائما يمكن إلقاء اللوم على على إيه على إيه على شخص آخر أو على هيئة أخرى أو على دولة أخرى. برجع بقول لك هناك أهمية للتداول لوجود الصحافة. ليس تركيا، بالتحديد لا تريد صحافة في منطقة حرب. يمكن قريبا غزة. هل ترى أن هناك نقل صحفي لما يحصل بغزة؟ أيضا ضعيف. ضعيف جدا. أيضا ضعيف هذه المرة. كل منطقة حرب هي منطقة محظورة على الصحفيين. طبعا هناك العديد من الصحفيين الذين قتلوا في باحات الحرب، فلذلك هناك مشكلة مع التواجد الصحفي. الخبر الثاني الذي أردت التطرق إليه ترامب. ترامب لاستخباراته انشغالكم بالتدخل الروسي حالة دون منع مجزرة فلوريدا. يوبخهم توبيخا واضحا. هذا ما يسمى خدعة إعلامية. خدعة إعلامية. فهو يوجه أصابع الاتهام إلى الاستخبارات، أنتم مشغولون بروسيا، أنتم مشغولون بالانتخابات، فانشغالكم هذا حالة دون أن تمنعوا المجزرة التي كانت. ومرة أخرى انتبه، من ينقل هذا الخبر؟ روسيا اليوم. يعني الروس هم الذين يقولون ذلك، وأيضا هنا ينشرون الزوايا، لأنه يعني كان ملفت عند إعداد المادة لهذه الحلقة بأنه هذا الخبر لم يأخذ يعني حيزا كبيرا في وسائل إعلام مختلفة، ولكن روسيا اليوم كان إحدى العناوين الرئيسية فيها. بالطبع. فهنا نرى العمل الإعلامي، نرى ماذا يعني خدعة إعلامية. فهو لما يقول انشغالكم، هناك حرب بين الاستخبارات الأمريكية وترامب، فهو يوجه التهمة أو توبيخ، وهذا الخبر تنقله الصحافة، يصل إلى الناس، إلى ذهون. ممكن هناك أشخاص الذين يؤيدون ترامب، أوكي ترامب قال هذا الشيء، فترامب صادق. مع أنه هو شخصياً ترامب الذي تحدث كثيراً عن الفيك نيوز أو الأخبار الزائفة، ويستعمل الفيك نيوز بكميات هائلة، ولكن هنا يبدو بأنه وصل إلى نتيجة ما بأنه بإمكانه هو أيضاً أن يستخدم الخدعة الإعلامية كي يعني يثبت موقفه. هو شخص يستخدم الخدعة الإعلامية قبل أن يكون رئيساً للولايات المتحدة. نعم. أخيراً مرشد، عملياً هل هذا ينم عن قلق لترامب، إذا سألتك بأنه خائف من استمرار التحقيقات قد يؤدي إلى الإطاحة به؟ الإطاحة به أنا لا أدري. أعتقد أن ترامب سيكمل مدة حكمه الأربع سنوات. لا أدري إذا كان بالإمكان الإطاحة به، ولكن هناك قلق يعني حسب رأيي. هذا التصريح يعبر عن قلق كبير لترامب.